بصلتين عاملين ايه؟ برضه ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كان عندنا لحمه ايه من زمان شايلها. كنت ناوي اشويها او اعملها اي حاجه، فكنت اعملها طاجن فمعايا محمود، او اعملها شاورما فاقطعها صباح اللي بتغني واخليها زي ما تطلع انا اكلها. هات طبق يا ابني، هات حل، حتى هات حل من حل، حل من تحت يعني، خليها حتت كده نطلعها بقى 4 ايام من الفريزر والله. بس نفسيه في الكبشه طبعا ما بكلمهمش في البيت كلهم ما عدا سعاد، ما بكلمهمش، ف مش هنلاقي حد يجيب لنا لقمه ناكلها. اتصلح عليهم النهارده، كشري اللحمه بتاعتي اتصلح عليهم النهارده. بس يا واد اتصلح عليهم النهارده يا صاحبي. محمود انا ما حدش يطلب منك حاجه ثانيه يا محمود. ايه؟ انا اكبر تفكرش انت، تفكرش انت مثلا دي مش هتكفي كمان، اوعى عليك ده كده. سيبها اقطع لك اللحمه ولا اقطع لك البصل؟ اقطع البصل، تخصص بصل. تخصص بصل، فاكر؟ انت بتحب البصل. فاكر ولا ناسي؟ يا ما كنت بقاسي. الله، النهارده بقى نعمل لكم جمال وحلاوه ودلال ومومنات. وحب اقول لكم يا جماعه قولوا لي البقاء لله عشان قلبي مات. انت بتعمل ايه يا محمد؟ عارف حاطط ماده جنبك ليه؟ لا دي عشان اتسلى وانا باكل. لسه ما وصلناش دي بعد دي. دي بعد دي. لسه ما وصلناهاش. عايز اقول لكم لقد قلبي مات فعزوني. اهو كبيرين يا قلبي. لا 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 انا هشوح اللحمه الاول، بس انا كنت عايز اديها صبر. سخن سخن سخن. ها الزينه الاول. ولا اقول لك احنا مصدومين خلق، هنصدم اللحمه. العرق ده ملهاش ذنب، ملهاش ذنب تسيب ما يعني ملهاش ذنب. الشعب من كتر الصدمات اللي خدها بقى يصدم اللحمه. عايز اقول لكم السكينه ايه تعبانين لي قوي. عايز اقول لك ايه؟ بص اقطع بقى السكينه، مالي السكينه ده اكتر واحده حامل. ده انا مش قادر امشي فيه. يا محمود البصل ده يا محمود مش عارف، مش عارف والله يا محمد. ده البصل شديد قوي. مش عارف انا كده كام تسمى وصلتين للعدد. طبعا هنشوحها ونظبط ونرجع لكم. يا بطاطا ينفع كده؟ ولا بكلم امي ولا ياسمين ولا عايز اكلم اي حد والله، اقسم بالله حاجه تجيب المرار. طبعا هتقولي بطه والخير والبركه والحركه والخركه والكلام ده، طبعا امي وعلى عيني وعلى راسي. بس انت هتتعلق كده يعني؟ ما هم اللي انا جاي له ليه النهارده؟ يوم شويه يوم انا جاي له. بصي فاكرين الليمبي؟ مخنوق من مراته يبدلها.
نعم؟ وقت مطبخها ليه؟ أنت ومالك لأبيك وأنت وأمك لأبيك. وفين أبيك بقى؟ إحنا كلنا عيلة في بعضين أسرة، أنت مالك؟ يا سلام، أنا فرد من الأسرة دي. النهاردة في يوم مش هيعدي على خير. ليه؟ معاه هو. أسرة فرد خالص. هي تيجي تخش تبوس عليها رجليها وإيديها. إحنا هنشوحها شوية يا جماعة وهنجيبها. وما تتشوح. الله على اللحمه وجمالها. قربت ايه بقى؟ ايه تتحمر شويه، هي ابتدت تمسك نفسها ان شاء الله تتحمر كده، ونحط البصل وندلعها. فين الحلاوه؟ شايفين حاجه؟ بصوا ادي بتشوح كده، شايفين الدلع والجمال. نحط بقى ايه؟ حبه بصل. الله على الجمال والدلال. اوه المعلقه خشب وسخن، البوتاجاز ده بيطلع نار. شو اسمه البوتاجاز ما يطلع ايه يا محمد؟ بس كده الخمسه ونرجع. ده احنا كده مش هنقول عايزين سوشي يا ابو احمد. ايه؟ كده مش هنقول عايزين سوشي. كده عايزين نقول كباب حلة يا بحر. كباب حلة، هو كباب حلة. حطولكوا في السياق دلوقتي يبقى سوشو. مش ده حبة مية بقى؟ ضعيفة قوي. ما عندكم ضعيفة قوي يا محمد. ما عندنا أصعب. قرب لي هنا كده يا باشا، قرب لي كده يا باشا، قرب لي كده. شايف كده الكلام؟ كده بيبر سوس، ايه ده بيبر سوس؟ شايف الدلال؟ امال هو يا ابني واي حد دخل المطبخ ده بقى؟ بقى شيف؟ بقى شيف. يلا حط يا بيض. توابل ربنا ما اعرف ايه بس يلا. كله هيتدرس. يلا بقى نوط عليها ونجي لكم. جمال الحلاوه والرقه. لسه قدامنا مشوار طويل. هي بقت عامله زي السوسيه يا محمد. انا موطي عليها قوي. هنعلي عليها النار شويه. سيبها لسه شويه. جاهزه؟ بعتز. انت اللي مقطعها في ذمتك؟ امي. اديها بطاطس. اديها حبة ملح عشان هي كده استوت. وبعدين هتعمل لها ايه؟ وبعدين؟ ما انا مش هعمل لها حاجة. نحطها في معدتي وهي تعمل فيها اللي هي عايزاه. ماشي، بألف أنا والشيف. انا الطريقه دي تسلم. بصوا بقى يا جدعان، والله انت اللي هتعمل الشفا. بألف هنا وشفا. دي لافا اللي بتخبط. بألف هنا وشفا.
حاجه جميله جدا. تاكل انا في الشيف والله جربوها. انا عايز شويه ملح. جربوها وهتعجبكم ان شاء الله. تاكلونا. لا تسلم ايدك. تسلم ايدك. الله على الجمال. بصوا الجمال، شايفين الحلاوة، شايفين الصوص والجمال، حلويات. يلا نشوف تقييم صدفة. صدفة بعد إذنك قيمنا كده بعد إذنك. إيه رأيك؟ اللحمة زبدة. اللحمة ايه؟ ملح؟ ملح خفيف. جميلة؟ كان نفسي ادوق بطاطا بس للأسف بطاطا ما بتكلمنيش. صالحيني يا بطاطا؟ هاي بطاطا؟ اجيب وشي في الكاميرا؟ اعمل هاشتاج. ما بتكلمش حد. اعمل هاشتاج. انا عامل اكل عشان ما حدش فيكم بيكلمني. انا ايه يا بطاطا؟ مش هتكلميني؟ ماشي. عشان خاطر بنتك ياسمين يعني؟ مش هتكلم حد. هاشتاج. هاشتاج امي 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 زعلانه مني. اسمعوا يا المتابعين بقى. يلا. يلا يا دني دوق يا دني بعد اذنك يا دني. دني. اللي عامل الاكل ده ولا طالبه؟ والله انا. بالله عليك. ومصحف انا. انا لسه واكل من مايك وين والموضوع معايا مش مستحمل. لعيب. دوق البطاطس الاول. عيب دول البطاطس. يا حكايه بجد. الله الله الله. بص بص بص. اوعى الدوبان. بص بص بص. اوعى. لا لا لا. ادي سليم لحمه. مش محتاجه اي كلام بجد. ننفع وربنا سيفن ستار. سيفن ستار. يلا يا جماعه حاجه كده. بص فخر من الاخر. فخر من الاخر. السلام عليكم حبيبي.